والدنيا محبوبة لدى النفس، لكن ليس في هذه الصورة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن يكون الهم الأعظم الآن هو الدنيا وطلب المال والتكريم لأهل المال ويوصفون بالأوصاف، وهو يعرف صاحب هذا المال أنه ما كرم إلا من أجل ماله، وما كرم إلا من أجل منصبه. وكم من شخص افتقر فأين من حوله ممن يمدحه ويلتف حوله، وكم من شخص أعفي من منصبه العالي وأين 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 من كان يبجله ويعظمه ويمدحه. يعني قدر ما يعرف إلا بهذا المال أو بهذا المنصب